بعد معلومة استقيناها من مصدر موثوق مفاده نشاط مجموعة إجرامية تتاجر في مادة المخدرات. دونك وبعد تحليل هذه المعلومة قامت فرقة جمارك مغنية بتسطيل مخطط للقبض على هذه المجموعة الإجرامية. سطرت فرقة جمارك مغنية مخططا استطاعت بواسطته حجز كمية من المخدرات قدرت ب 108 كيلوغرام على متن سيارة نفعية كانت مخبأة بإحكام. قدرت قيمة هذه البضاعة ب 600 مليون ما يفوق 600 مليون، وبالتالي الغرامة يفوق 7 ملايير سنتيم.